احبابي، اخباركم؟ اتمنى تكونوا بخير. واخيرا وصلتني طلبيه ديال شيئين، ان شاء الله نشوفوا شنو اختاريت. واكيد يعني اشياء تقريبا صيفيه وديال الفصل الرابع. خليكم معايا حبايبي. السلام عليكم احبابي، اخباركم؟ اتمنى تكونوا بالف خير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت فيديو جديد ان شاء الله ينال اعجابكم ويكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم كيف ما العاده. من البدايه ديالو صراحه كتعجبني ملي كنجي شي حاجه جديده، شي طلبيه كنكون طالباها وكتجي صراحه كنكون متحمسه باش نشوفها. وكنبدا ضروري الطرطقه كتعجبني، يعجبني بزاف كنتحمس وبغيت نحمسكم حتى نتوما باش يشدكم الحماس وتعرفوا شنو كاين. صراحه اشياء جد بسيطه حبيت نتقاسمها معكم، يعني اشياء يعني ربيعيه على صيفيه على اكسسوارات على هالاشياء، يعني بسيطه وان شاء الله يكون مفيده لكم. يعني اخذتها بس في التخفيضات، لانه انا الصراحه ملي كنعمل شي طلبيه كيعجبني نشتري يعني من التخفيضات. يعني كانت جميله اوكي، ما كان جميله مهم ما يمشيش ليا يعني فلوس كتير، فهمتوا؟ ميمشيش يعني فلوس بزاف، ما تمشيش ليا يعني يمشي غير شويه ديال الفلوس وما نتقولش. من الاخر كنشري اشياء دائما اللي كيكون عليها الصولد، ونحاول انني ما نشريش حاجه اللي غاليه وفي الاخير تجيلي وما تعجبنيش، ما نشريهاش بصراحه. المهم حبايبي ان شاء الله يكون خفيف وظريف على القلوب ديالكم الفيديو. اختفيت عليكم شويه لانه كانت واحد الوعكه صحيه مع سيدنا رمضان والعيد، ان شاء الله ينعاد عليكم الصحه والسلامه وطول العمر للجميع على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. المهم حبايبي ما غادرش نطول عليكم، خليكم معايا نشوفوا اشنو كاين في هاد الطلبية ديالي. واكيد ما تبخلوش علينا باللي لايك والاشتراك في القناة، وشكرا شكرا لأي واحد يعني حفزني وعمل لي تعليق زويون بحالو اشتراك في القناة، واكيد اكيد ثم اكيد ضغط على زر الجرس باش يوصلكم اي جديد، يعني الا لحت اي فيديو يوصلكم تكونوا نتوما السباقين في المشاهده ديالو. المهم حبايبي خليكم معايا ليتس جو. المهم حبايبي نشوفوا شنو فيها عندك، غير نقطعوا شي حاجه الداخل، حاول نهزها بحال ما هكا. دائما ملي تبغيو تقطعوا شي طلبيه ما ديروش هكذا باش ما تقطعوش الا كان الحوايج ولا شي لعيبه. ها انتم غنكم شوفوا يقطع هنا لو ما نزوش ديال البلاستيك تقطع. ايوا يا حبايبي، من بعد ما قطعت معاكم يعني قطعتها معاكم، اول حاجه غنبداو بها هي هاد. صراحه عرفتها غير من الصوره ديالها، دي واحد اللبيسه كتشوفوها كتجي على هاد الشكل هذا اللي كتشوفوا في الصوره، تجي على هاد الشكل. صراحه هذه اللبيسه هذه الشوميز فوالا يعني كتجي بحال هكا. انا حاولت نغير لكم يعني الشكل ديال التليفون باش يبان داكشي زويون. فوالا هذه الشوميزه كتجي مورده من الفوق، واليديدات ديالها عاملين على هاد الشكل هذا. فوالا هذا بالنسبه للشوميز، وكيجي معها البنطالون ديالها. فوالا البنطالون هذا كلاس، كيجي با ديليفون يعني كيجي واسع من الرجيلات، وكيجي على هذا الشكل هذا يعني كيجي طالع الفوق. فوالا كيجي كلاس مع هاد السميطه هذه ديالو. هذا بالنسبه للبنطالون. فوالا كيف ما كتشوفوا جاوا مع بعضياتهم لانها لبيسه، والثمن ديالها كيف ما كتشوفوا يعني تحت من الصوره. صراحه كان الثمن ديالها يعني صراحه زويونه، وحتى مني شفتها يعني لا ماتير ديالها صراحه رائعه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي هذه، حتى هذه شوميز فوالا على هذا الشكل هذا وعلى هذا اللون، صراحه صيفيه وليديدات ديالها على هذا الشكل هذا. فوالا صراحه صيفي على ربيعي يعني شي حاجه زوينه. وي هذا عرفتو من الصوره، هذا ما ماشي الوقت ديالو يعني تقريبا الا كان محرك شويه ديال البرد يعني الواحد
انا عجبني كانوا عاملين عليه سولد، وحتى كيف ما كتشوفوا يعني يعني هو المقاس ديالي، يعني خديت ال فوالا ال فوالا، ولكن كي يعني كيتيري صراحه زوين، والماده ديالو زوين كيف ما كتشوفوا يعني في الصوره مع الثمن. فوالا كاين حتى هادي، انا كيعجبوني لي شوميز، داكشي علاش كيعجبني ناخذ لي شوميز بزاف نغير بيهم. فوالا شوفوا هادي كيفاش تجي، صراحه كتجي كلاس. فوالا واحد يعني بونطالون واحد سريول في هاد اللوين هذا في البيض، انا كيعجبني الالوان المفتوحه اللي ديدات ديالها على هاد الشكل هذا صراحه، انا عجباتني ومن يقطع. مازال مواصله معكم حبايبي كيف ما كتشوفوا، هذه اخر شوميز عاقله على الكوموند، هذه اخر شميزه اكيد الالوان فاتحه على هذا الشكل هذا، حتى هي عندها هاد الكغافات ديالها وليديدات ديالها سامبل مع هاد العيبات هادو كيف ما كتشوفوا في الصوره. فوالا كتجي شويه طويله من تحت ديالها، راح الشكل ديالها زويون، حتى اللوين انا تيعجبني. فوالا شفتوا كيفاش دايره، شوفوا في الصوره ديالها كيفاش تجي ملبوسه مع الثمن ديالها. ايوا حبايبي هذا واحد الساك خدمته حتى هو في هذا الكولور هذا، تيرارا صراحه زويون، يتفتح على هذا الشكل يجي معاه السميطه ديالو. فوالا قرب ليكم باش تشوفوا كيفاش عامل، صراحه اللوين ديالو زويون. من ضمن حتى السيكه اللي خديت كاين هاد الساك هذا اللي كيجي على هاد الشكل هذا، الداخل ديالو كيف ما كتشوفوا كيجي على هاد الشكل الساك، ومعاه السميطه ديالو كذلك. قرب ليكم باش تشوفوا، وخديت حتى هاد الساك هذا صراحه عجبني يعني عملي. فوالا صغيور ومطور صراحه زويون، يعني خفيف هذا اللي بغيت يعني السخره ولا شي لعيبه حط سويه كي صغيور. فوالا الصوره ديالو في الجناب كيف ما كتشوفوا كيجي على هاد الشكل هذا. اي فوالا حبيبي كيجي على هاد الشكل هذا كيف ما قلت لكم، مع هاد السنيسله هذه من ضمن اللي شريت. خديت هاد لي فولار هادو بهاد لي كولور، صراحه كيعجبوني لي فولار يعني يكون فيه ملوينات مختلفه. فوالا كيعجبني اللون اللي كيكون ساده، حبيت انا نغير شويه نشوف كيفاش كيفاش لي فولار كيفاش عاملين في شيئين، شوفوا واش زوينين ولا لا. فوالا من ضمن خديت حتى هاد النضيدرات هادو، الشكل ديالهم زوين كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو بهاد العلبه ديالهم. فوالا مع هاد الليبه اللي كتمسح النضيدرات، شوف كيفاش مكتوب على شيئين. فوالا ما بقى والو، مي بقى واحد الاشياء اللي حتى هي زوينه. فوالا خديت هاد لي بوكل هادو كما كتشوفوهم على الصوره، يعني خديت هادي خديت حتى هادو تقريبا، غادي نفتحهم
فوالا يجيو على هذا الشكل، وهادو حتى همايا زويونين بصراحة كيجيو على هذا الشكل هذا. يمشي لعيبة هنا ما عرفتش شنو هي. فوالا. وبالنسبة لهذا هادو هذا البنات هذا ايلاينر، وفي نفس الوقت تقريبا هذاك كيلصق، هذا تيلصق الشفار، هذا تيلصق الشفيرات. هذا صراحة بزاف ديال البنات كيقلبوا على شي حاجه اللي كتكون زوينه وتلصق الشفار وما يكونش فيها العيوب وهكايا، هذا كيلصق الشفار. ان شاء الله غنعمل لكم عليه فيديو خاص هو والشفيرات، ونلصقوهم ونشوفوا النتيجه ديالهم ان شاء الله ينال اعجابكم اكيد، لانه صراحه صراحه زوين، هذا زويون منه ايلاينر صراحه، عنده واحد السواد اللي جميل، عمل على هذا الشكل هذا. ان شاء الله غادي يكون فيديو خاص لي، خليكم معايا اكيد ان شاء الله، اي حاجه ان شاء الله تكون مفيده لكم. هذا كيلصق الشفيرات، خديته هو الشفيرات اكيد. اي فوالا، وهذو هما المشتريات ديالي اكيد اللي تقاسمت معكم، ان شاء الله يكونوا خفاف ضرب على القلوب ديالكم وينالوا الاعجاب ديالكم اكيد. ان شاء الله الى الفيديو القادم، مع السلامه، باي باي. وما تبخلوش علينا حبايبي باللي لايك والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل الجديد ان شاء الله. في امان الله، مع السلامه.